السلام عليكم، أنا الدكتور يحيى حازم، مدرب إسعافات أولية. اليوم راح نحكي عن إسعافات الشد العضلي بشكل سريع وبسيط. هلا أهم شيء بالإسعافات الأولية للشد العضلي إن نعرف إنه هذا موضوع إنه هو شد عضلي ولا إصابة من نوع آخر زي التواء أو كسر أو إلى آخره. فكيف بدنا نتم التفريق بيناتهم؟ بالنسبة لنا أي كسر فهو ألمه شديد جدا، غير قادر الشخص على تحريك العضو المصاب أو على تحريك العضو ما بعد إصابة الكسر. فإذا كان عندي الكسر لا سمح الله في الذراع، هون مستحيل أقدر أنا أحرك أصابع إيدي، فأنا هون ساعتها بعرف أنه هذا المريض أو الشخص اللي أمامي هو مصاب بكسر وليس مصاب بشد عضلي. هلا إصابات الشد العضلي بيكون فيها ألم، نوعية الألم راح تكون أقل من الكسر، طبيعة الألم راح تكون ضاغطة، وبنفس الوقت لكن بإمكان المريض يحرك أطرافه بكل سهولة، لكن طبعا برافق معها ألم. هلا إيش الإجراءات اللي لازم نستخدمها؟ احنا في كلمة بالانجليزي بنسميها رايس، اللي هي ار ريليتد للريست، انك انت تريح هذا العضو المصاب. الحرف الاي اللي هي الايس، انك بدك تحط عليها كمادات باردة او ثلج. بالنسبة لنا السي اللي هي الكومبريشن او الضغط، انك انت تضغط على او تلف العضو المصاب. واي اللي هي في الاخير اللي هي الاليفيت، انك انت ترفع العضو المصاب. فلو عندك اصابة عضلية او شد عضلي في الذراع، هون ممكن انك انت اولا انك انت تحافظ على عدم حركته وتريحه، تحافظ على برودة المكان عن طريق كمادات المي الباردة او الثلج، بس لكن مش تطبيق المباشر الى الثلج، انك تلفه ضمن قماشة او كيس انك انت تحطه. شغلة ثالثة انك تلف على العضو، سواء اللي هو المشد الطبي اذا كان متوفر عندك. والمرحلة الاخيرة انك انت ترفع هذا العضو المصاب على أساس يقل وصول الدم إليه ويقل الألم المتواجد له. وإن شاء الله ألف سلامة على الجميع. وزي وزي، شيء من كل شيء.